We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good afternoon, ladies and gentlemen, those of us who are with us, and good evening and good morning. سيدات والسادة، كل من معنا هنا في قاع الرئيسية في كاتوفيتسا ومن يتصلون بنا عبر الإنترنت، شكرا أنكم معنا وأنكم ترغبون في المشاركة في هذه الجلسة الختامية، جلسة الخلاصة. وسوف نفتح المجال أمام الجميع، من يريد أن يتحدث لدينا ساعة واحدة من الوقت، فعلى طول نعطيكم الصوت في الجمهور وفي القاعة ومن وكل المتواجدين على منصة الزوم، وكل ملاحظاتكم مرحب بها. ما هو المفيد كان من يجب انتقاده؟ لدينا ثلاثة ميكروفونات في القاعة، ف من يريد أن يأخذ الصوت بإمكانه أن يقترب من الميكروفونات، ونحن سنمرر الميكروفون لراغبين في الحديث. الميكروفون الأول أولاً، ثم الثاني، وثم الميكروفون رقم ثلاثة، وثم سنفسح المجال للموجودين معنا على الإنترنت. أولاً أقدم لكم الأشخاص الذين سيخاطبونكم باختصار بملاحظاتهم الرئيسية. الجالسة على جهة اليمنى رئيسة فريق الاي جي اف الاستشاري أونريت أوسترهايزن، شكرا على تقديم. اتمنى ان يكون لقاؤنا بناء. معنا ماريا فرانشيسكا سباتي لاسانو، نائبة الامين العام. مساء الخير، ارحب بكم، أفضل الترحيب كل المتواجدين معنا في قاعة كاتوفيتسا، في محكمة، في منتدى حوكمة الإنترنت. حاولنا عدد الجلسات كان كبير، حاولنا المشاركة في كلها. أنا سعيدة وأتطلع إلى استماع إلى أصواتكم في هذه الجلسة وتعليقاتكم و ملاحظاتكم حول هذه القمة. شكرا جزيلا. معنا أيضا السيد بول ميتشل، رئيس المجموعة المتعددة الوظائف للاستشارية، الذي سيتولى هذا المنصب اعتبارا من السنة القادمة. وأنا أشكر الكل على العمل في هذا الصدد. شكرا لأونريت على رئاستها للمجموعة الاستشارية، وشكرا لكل من ساهم في تنظيم هذه القمة الرقمية في روح التبادل المشترك. وأخيرا ليس آخرا، الشخص المسؤول عن ضبط التنظيم وإقامة هذا المؤتمر، السيد الوزير كريستوف شوبرت. شكرا على أنكم كنتم معنا طوال هذا الأسبوع، أتطلع لاستماع تعليقاتكم. شكرا لسماع الوزير. إذا نبدأ. أمامنا جولة من الأسئلة، الوقت قليل لأن هناك جلسة ختامية سوف تالي هذه الجلسة. أرجو أن تقدموا أنفسكم وتقوموا بإبداء تعليقاتكم، من تمثلون، مجموعة محددة من أصحاب المصلحة. لدينا
ساعة سوف تظهر على الشاشة لديك 90 ثانية. شكرا. أنا ناشط في حقوق الإنسان، اسمي أديل، أنا من السودان، أتحدث باسمي الشخصي. السودان هو دولة حصل فيها ثورة عام 2019، والآن أصبحت هناك إمكانيات لقطع الإنترنت في بلادنا، لذلك استمعت إلى جلسات هذا المنتدى وشاركت في عدة جلسات. لم يتم الحديث عن عمليات الإقصاء أو تحديد الإنترنت، هذا موضوع يجب النقاش عنه أكثر. تذكروا أن الاتصالات هي تحت سيطرة العسكريين، لذلك في عام 2019 تم قطع توقيف استعمال الإنترنت ولم يمكن الاتصال، لذلك نرى أن هذه ظاهرة سيئة. في هذا العام في الشهر العاشر عندما حصل انقلاب عسكري في بلدنا أيضا تم قطع الإنترنت، وحصلت هناك كثير من الضحايا الذين سقطوا بعد هذا الانقلاب العسكري. لذلك أود أن أحيلكم إلى المواد المتاحة في هذا الخصوص من أجل كثرة الوعي. هذه الأمور ليست فقط في السودان ولكن أيضا في توغو وفي بلاد أخرى. شكرا على هذه الملاحظات. أود أن نتفهم كل شيء بأن هذه أمور هامة يجب أن نتناقش حولها، ولكن فلننتظر أن هذا المنتدى هو منتدى متعدد الجهات يعمل من القاعدة إلى أعلى، ونستطيع أن نتجنب الإشارة بالأصابع إلى أحد، أو لذلك نحن مع الجميع. معك حق، النقاش بمشاركة جميع المعنيين هي مهمة، ولكن هنا فقط إيحاء من أجل الإصدار القادم. هذا شكرا لأنك أشرت إلى ذلك. تحدثنا نحن في جنيف، تحدثنا في 2017، كانت هناك جلسة مخصصة لقطع الإنترنت، وهذه الظواهر أيضا سنشير إليها في التقرير النهائي لهذا المنتدى. يجب الإشارة إلى هذه الأمور، وأعتقد أن في الأسبوع القادم سيكون موضوع إحدى الجلسات الرئيسية. هذا لا يعني أننا لم نتكلم عن هذا الموضوع إطلاقا، ولكن يجب التأكيد على ذلك، وعندي أمل أننا في السنة القادمة سيكون أحد العناصر التي سنتكلم عنها ضمن إحدى الجلسات الرئيسية كما حصل في عام 2017 وفي عام 2018 جزئيا في باريس. معك حق، في برلين لم يكن هذا من المواضيع المهمة الرئيسية. نحن لا نتجنب هذا الموضوع، ولكن هذه إشارة جيدة سننتبه إليها في المستقبل. الشخص التالي. شكرا جزيلا. اسمي ننا، وأنا أتحدث باسمي أنا الشخصي. أنني شاركت في هذه القمة، قمة الأي جي إف في هذه السنة، وأشكر المنظمين من بولندا على إتاحة الفرصة لنا لاستخدام قاعة المؤتمرات. وأنا حجزت ساعة واحدة من الوقت للحديث عن الإرشاد المنتورينج، وأنا هناك أشخاص
في صفوفنا الذين يشاركون في اي جي اف لاول مره، بعضهم موجودون ميدانيا هنا في كاتوفيتسا، بعضهم الاخر يشاركون عبر عن بعد. ربما مستقبلا يجب إقامة عدد أكبر من الجلسات الخاصة بالإرشاد والتوجيه. أنا أتحدث اللغة الفرنسية وتواصلت مع زوار من بوركينا فاسو الذين لم يستطيع الوصول مباشرة، فمستقبلا في الإصدار التالي لمنتدى الاي جي اف يجب تعيين بعض المرشدين او الموجهين وإقامة جلسات من هذا النوع. شكرا. شخص تالي. الشخص التالي هو من مركز الهاب من غانا. هل نستطيع طلب الاتصال مع مركز الهاب من غانا؟ سننتظر لحظات. طبعت أوقاتكم. أنا من غانا وأمثل إحدى الجامعات الموجودة في بلدنا. أود أن أؤكد على قضية مهمة، كيف هي التجارب مع المنتديات للحوكمة. أود أن أشكر بولندا لأن لدينا من المنظمين إمكانية اللقاء. أود أيضا أن أؤكد أنه خلال هذا المنتدى استطعنا أن نتحدث عن قضايا مثل حوكمة وإدارة الإنترنت. شكرا لكل المشتركين بغض النظر عن العمر والاهتمامات. هنا الجميع استطاعوا المشاركة في هذا المنتدى. إن ممثلي أوروبا يجب أفريقيا يجب أن يشاركوا بشكل أكثر فعالية مما يمكن فهم المشكلات. شكرا لك على هذا الصوت. اسمي كاسن كابريل وأتيت من تنزانيا، أمثل منظمة إنترنت. الحقوق الرقمية هي أيضا جزء من حقوق الإنسان. لا نريد الصمت، يجب أن تكون أصواتنا مسموعة. نحتاج إلى مقاربة متعددة الأطراف والشمولية. أنا شخصيا شاهد على أن الإنترنت له قوة كبيرة، وأنا أستفيد من هذه الإمكانات التي يقدمها الإنترنت، رغم أنني أعرف أن الإنترنت أيضا يستغل للتصنت. فأين وكيف نجد التوازن في هذا الشأن؟ الإنترنت لم يعد منفتحا كليا وليس ديمقراطيا كليا. نريد صياغة السياسات وتشكيل الاستراتيجيات ونضع الإنسان في الوسط. هناك من قال في المستقبل أن من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر فيتحكم في الماضي. فلنتباحث حول صورة الإنترنت، هل هو ديمقراطي بالكامل فعلا؟ اسمي كوري دكتور، أنا أتكلم باسمي شخصيا وأمثل منظمة إنترنت. شكرا على هذا الصوت. أود فقط أن أقول عما قالت هو أدل، الدكتور أدل، أن الأمم المتحدة تعتبر أن قطع الإنترنت هو شيء من مخالفة قانون المادة 19 من التفاهم الدولي من أجل حقوق الإنسان السياسية. ولذلك فإن الأمم المتحدة تدعو كل البلاد من أجل تجنب مثل هذه الظواهر. لذلك
كل الذين وقعوا فهم ملزمون بتأمين هذه الحقوق الرقمية. الإنسان يجب علينا أن نحاسب الموقعين على مخالفاتهم لما وقعوه، وخاصة في هذا المجال يجب أن ندعو إلى في المستقبل إلى لقاءاتنا ممثلي الحكومات وممثلي الشركات الكبيرة لكي يتكلموا مع ممثلي الجيل الناشئ والشباب من أجل الحديث عن قضايا مهمة مثل قضية قطع الإنترنت ومنعهم من استخدامه. شخص تالي أونلاين، نعود إلى مركز غانا الإلكتروني. مساء الخير، طاب وقتكم. اسمي إدوارد وأمثل إحدى الجامعات التقنية في بلدنا. سؤالي يخص المناطق الريفية وكيفية ضمان الإنترنت فيها، الأرياف والقرى. كيف في نفس الوقت يمكننا وضع الحد للتنمر والتحرش في الإنترنت، وكيف نضع حدا للمحاولات الاختراق والتسلل، وكيف نجعل هذه المحتويات موثوقة التي تنشر في الإنترنت؟ شكرا، هذا موضوع جدا مهم، سوف نغطي هذه المواضيع في قمة السنة القادمة. الآن أدعوك وأعطيك الصوت. نسمعك يا خورخي. خورخي كانسيو، هذه المرة أتصل معكم من سويسرا. عدت إلى سويسرا بعد عدة أيام أمضيتها في كاتوفيسا، لذلك أود أن أستغل الفرصة لشكر الحكومة البولندية وكل المنظمين من بولندا، أي أنه تم بنجاح تنظيم هذه القمة الهجينة. وكذلك أشكر ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة لكي يتم، وعدة جهات استشارية لتحديد البرنامج، وكل ذلك حصل في وقت عصيب، لأنني وأنا سعيد أيضا أنه ربما في المستقبل سنستطيع أن نلتقي وجها لوجه. بعضنا التقى واستطاع أن يلتقي في عدة مناسبات، وجيد أننا نستطيع أيضا أن نتكلم أونلاين عن بعد، وأن هذا أثبت نجاحه. قمنا بخطوات عديدة إلى الأمام، قمنا بأشياء ابتكارية وحداثية لتحديث الصورة وإمكانية ما نفعله. سوف نراقب عن كثب كيف أن هذه النقاشات والحوارات تتم، وكيف سنلتقي مع صناع القرار، وعندي رغبة باللقاء في اللقاء القادم، وبما اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة، وربما سنستطيع التحدث عن عدة مشاكل حصلت مع هنا حصلت. مرة أخرى باسم الحكومة السويسرية
سوف نتابع من أجل استمرار في العمل. شكرا. أسف أن لدي تعليق عملي فقط فيما يخص هيكلة المنتدى. وفي المقام الأول أتقدم بشكر جزيل لفريق ماك الاستشاري، وأهنئ الدولة المضيفة على استضافة هذا المنتدى وتنظيم هذا الرقم، هذا هي قمة رقمية الأولى لأي جي إف. بناء على تجربة هذه القمة الرقمية هجينا علينا أن نتعلم ونستنتج بعض التوصيات. تغذية أراجي أنني وجدت صعوبة أن أشارك في هذا المنتدى، وأنا شخص أتيت شخصيا لكاتوفيتس لأن التركيز الزائد كان على المتصلين عن بعد، وأنا موجود في القاعة وجدت صعوبة في الحديث للميكروفون رغم أنني أتيت وحضرت هنا شخصيا. أرجو أخذ ذلك في الاعتبار. فأيضا التعليق الثاني، نحتاج إلى استخدام تكنولوجيات open source وليس الزوم لأنها منصة تجارية، خاصة أن الحديث على الشات يمكن أن يحدث أيضا بشكل مفتوح وليس فقط على منصة الزوم، فيرجى أخذ ذلك في عين الاعتبار مستقبلا، وقد يهتم ماك بذلك. طاب أوقاتكم. إن صوتي سيكون صوت المجتمع المدني. أنا أيضا أود أن أشكر قلبيا المجموعة الاستشارية ماك، وأود أن أقول ما يلي. عندنا كثير لفعله فيما يخص بالاتصال مع الأشخاص الذين يمثلون مصالح كنواب ونائبات. يمكن أن نحصل من البرلمانيين والبرلمانيات على معلومات أكثر. لا أرى أي أصوات أخرى على الزوم، وهل لدينا هنا متطوعون في كاتوفيتسا في القاعة الرئيسية؟ هل هناك من يريد أن يأخذ الصوت من الموجودين معنا؟ تفضل أو تفضلي، يرجى الاقتراب من الميكروفون. طاب وقتكم جميعا. سوف أتحدث اللغة الفرنسية. أنا من نايجر. شكرا لهذه المدينة العظيمة على استضافة القمة. قبل ذلك من سبقني في الحديث أشاروا، وخاصة أختنا من السودان، قالت لنا بأن الإنترنت نعتبره بمثابة إطارا للشباب، ويجب أن نفكر أكثر في الشباب الذين يعانون من قلة وصولهم إلى التعليم أو المياه أو الأمن الغذائي، وتنعدم في بلادهم الديمقراطية وحرية التنقل في العالم. مشكلة الهجرة أصبحت أزمة عالمية النطاق، ونحن سوف نركز أكثر على حقوق الإنسان، وسنحاول إجبار السلطات السياسية أن تبذل جهودا رامية لاحترام الحريات في الإنترنت كي يصبح الإنترنت أداة فعلية لتقدم هذه الأطر الرائعة. يجب أن نحسن فيها الخدمات. وشكرا لكاتوفيتس والشعب البولندي، ومع السلامة. مساء الخير.
شكرا جزيلا على تنظيم هذا المنتدى، منتدى حوكمة الإنترنت، وأعتقد أنه كان ناجحا. سؤالي وتعليقي هو يجب علينا أن نعيد النظر بالمواصفات التي يجب أن ننتسب فيها إلى المنتدى. لذلك في هذا الوقت عدة أشخاص ومنظمات تسكن في الولايات المتحدة أو في أوروبا أو في دول أخرى متقدمة لا يستطيعون الحصول على منح، ولديهم صعوبة في الوصول إلى ذلك. أن الأسس تم تغييرها لكتابة الاستمارات لطلب المنح، فإذا يجب إعادة النظر برأيي في هذه المواصفات للوصول إلى هذه المنح. شكرا جزيلا. دونا هذه الملاحظة. أما الآن فننتقل إلى منصة زوم. أنا آسف إن كنت سألفظ بعض الأسماء بطريقة خاطئة. يرجى الانتظار دقيقة. طاب وقتكم. وجدت صعوبة في تشغيل الميكروفون. أرحب بالسيدات والسادة، ولدي رجاء تمنى لو توفرت إمكانية أثناء منتدى حوكمة الإنترنت للحديث الموسع حول الشبكة الوطنية الإقليمية للشباب NRI. شبكة NRI تحتاج إلى الحصول على دعم مناسب، وأتمنى وأرجو من منظمي قمة الاي جي اف أن يشاركوا في مواصلة الدعم لهذه الشبكات الشبابية المعروفة تحت مختصر NRI. وأظن أن أمانة الاي جي اف يمكن أن تعمل مزيد في هذا الصدد. وشكرا. شكرا على إعطائي سأتحدث بالفرنسية. أعزائي وعزيزاتي، أود أن أستغل الفرصة لأشكر البلد الذي يستضيفنا على تنظيمه لهذا المنتدى. لقد هذه النقاشات كانت نقاشات حية، وشارك فيها العديد من الشباب حول قضايا هناك. هناك قضية الأولى نوعية وكيفية النقاشات كانت جيدة، وأعداد اللغات كانت عديدة. في الجلسات القادمة كانت لدينا بالإسبانية والعربية والفرنسية. هذا تبين على ثراء هذا المنتدى، وهذا أيضا دليل قوة الهجانة في استخدام الأساليب اللقاء في العالم، لقاءات في العالم. شكرا. شكرا على إمكانية الحديث. اسمي كاترينا، وأتيت من
أتيت مع وفد يمثل الشباب في مجلس أوروبا. اسمي كاترينا. في المقام الأول أشكر على تنظيم هذا المنتدى. هذه كانت متعة لي أن أقضي هذا الأسبوع في كاتوفيتسا والتعرف على التكنولوجيات الجديدة التي تشكل حياتنا منذ زمن طويل. كممثل عن الجيل الفتي أود القول أننا دائما نحاول في بدء التواصل مع صناع القرار، وأنا سعيدة بأن لدينا الإمكانية ليس فقط في السماع ولكن في الحديث. ولذلك في يوم من أيام هذه القمة شاركنا في لقاء مع البرلمانيين والبرلمانيين الأوروبيين وشاركناهم بعض الاعتبارات حول السياسات الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، واللقاء استغرق ساعة وتبين أكثر إفادة وكان بناء بالنسبة لنا. فنقترح أن في السنوات القادمة يقام عدد أكبر من مثل هذه اللقاءات التي تجمع ما بين صناع القرار والشباب بشكل مباشر مخالطتهم. وشكرا. نعم، سنحاول في عام 2000 من عام 2019 أن نروج إلى هذا النوع من اللقاءات. لذلك قال لنا ممثلو الأطفال أنه يتم التعامل معهم ببلوغ عال. الآن أعطي الصوت لجنة. Thank you. Sorry, took me some time to actually unmute myself. شكرا. This is Jenna Fong from the Asia Pacific Youth Asia, and I'm glad that I'll be able to connect remotely. أنا أمثل مجموعة من آسيا والباسيفيك في هاي الشبيبة من تلك المنطقة. أود أن أشكر أيضا على كل الجهود التي بذلت من أجل نجاح هذا المنتدى وعلى إمكانية اللقاء عن بعد وعن قرب. هذا الأسلوب الهجين ممتاز. منذ سنتين عندما نقوم بمثل هذه النقاشات عن بعد أيضا سوف نحتاج إلى إعادة تعريف دورنا في تطور تأثير الإنترنت على حياتنا ودور مجموعات NRE وخاصة في فترة الجائحة. أعتقد أن الأهم هو اللقاء عن قرب، ويجب أن نبحث عن طرق نكون فيها هذا النقاش سيكون ملموس أكثر. أعتقد أن الجائحة لن تذهب بهذه السرعة، لذلك نطلب دعما أكثر من ناحية الأمانة العامة لIGF من أجل مشاركة أكثر. شكرا. صوت تالي. مساء الخير أو صباح الخير اعتمادا على التوقيت. اسمي ليلي. استمعت إلى الكثير من التعليقات هنا قبلي، وسوف أتحدث أو أعلق عما تم الحديث عنه سابقا. نرى بأن هناك عدد أكبر من الشباب يشاركون في قمم IGF الرقمية، فتوصياتنا
نحن وهذا استنتاج من الجلسة التي تمت أمس حول المؤهلات الرقمية. خلال هذه الجلسة شارك فيها الناس الشباب فقط، وأنا فهمت أن دخل هؤلاء الأشخاص الشباب ومساهمتهم في هذه القمم يجب أن تكون أكبر، فيرجى اعتبار مثل هذه التوصية أن تكون كل جلسة ممثلة بصورة أوسع من قبل الشباب والجيل الشاب الذين هم الذين سيشكلون مستقبلنا غدا. طابت أوقاتكم. أنا قدمت من الهند، أنا أستاذ أبي ناش. هذه أول مرة أشارك فيها في منتدى حوكمة الإنترنت. اهتمامي في دراساتي هي الضوابط القانونية التي تضبط الذكاء الاصطناعي. كثير من الأشياء تعلمتها، وعندي اقتراح: إذا أردنا أن نقوم بضبط ما يحصل في الإنترنت فمن الضروري أن يكون هناك جهود متعددة الميادين، أي ليست قانونية فقط. عندي مخطط بأن أتابع هذه الدراسة بعد عودتي إلى الجامعة، وسأحاول تحريك وتفعيل مركز لإدارة الإنترنت. كثير ما نتحدث عن هذه الضوابط، ويجب علينا أن نجعل ممثلي القضاء يشاركون في ذلك، وربما في السنوات القادمة سنستطيع دعوة القضاة أو أساتذة القانون للمشاركة، فستكون النقاش أكثر بناء وجوهريا. بالفعل ربما نفتقر إلى مثل هذه الجلسة التي يمكن الإشراك فيها موظفو السلطة القضائية. طاب وقتكم. جينيفر تشانغ، سوف أتحدث باسمي الشخصي. أولا أعبر عن مدى امتناني وعرفاني وإيجابي لمن استطاعوا الاتصال معنا في هذه القمة الرقمية من منطقة آسيا والباسيفيك. أنا أعرف مدى صعوبة ذلك والمشاركة فيها في هذه القمم عن بعد حسب جدول التوقيت الزمني المختلف تماما، وهم وجدوا صعوبة في ذلك، ولذلك كذلك أشكر بولندا جزيلا. الدولة المضيفة هذه قامت بجهود ضخمة. أشكر لأمانة الاي جي اف ومجموعة ماغ الاستشارية على جهدهم الجبار في سبيل توصيل كل الأطراف على الزوم من ميانمار وغيرها من الدول التي يصعب فيها القيام بذلك والمشاركة في هذه النقاشات الصعبة حول مستقبلنا الرقمي. شكرا لكل من ساهم في ذلك. شكرا لك. الآن السيد توماس شنايدر. السيد سعادة السفير، قبل كل شيء أنا أيضا أريد أن أشكر بولندا على تنظيم هذا اللقاء. شكرا لمعزبين. أشكر أيضا مجموعة المستشارين المتنوعة ماغ وممثلي مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وأمانة الاي جي اف. لقد لاحظنا كيف نستطيع من عدة أماكن في العالم أن نشترك معا،
أعتقد أن هذا المنتدى هو هذا النوع من المنتديات الذي فيه يتم تقاسم التجارب من عدة مناطق في العالم نستطيع أن نسمعها. أعتقد أن المشكلة هي أن هناك فارق كبير بين إمكانية إعطاء الرأي في هذا المنتدى وربطه بالعمل للمؤسسات التي تتخذ قرارات في تنفيذ هذا ما يحصل من توصيات. لذلك علينا أن في المستقبل أن تكون الإصدارات إذا كان يجب علينا أن يكون هذا المنتدى يجب أن نوصل كل توصياتنا إلى صناع القرار حتى فليكن هناك نوع من الجلسات للقادة. شكرا على هذا التعليق. الآن سؤال سيطرح عبر الإنترنت. تفضل يا فريد. مساء الخير، أرحب الجميع. أشكر لرئيس الجلسة على إعطاء الصوت. اسمي فريد، أتصل بكم من غانا، وأنا من السفراء الشباب لعام 2021 من غانا، وخاصة اهتممت أنا في هذه القمة الرقمية. كل ما حدث في المرحلة التمهيدية، هذه الجلسات التمهيدية ما قبل الانطلاق الرسمي، أصبحت مهتم بها. أشكر لفريق الأمم المتحدة ولمنظم هذه القمة على سلاسة إجراء هذا المنتدى. طبعا هناك بعض التحديات ما زالت موجودة لأن أصوات الشباب لم تكن دائما مسموعة بما فيه الكفاية، وعلى سبيل المثال في الكثير من الجلسات الرئيسية لم يكن هناك ممثلون عن الشباب، عن الجيل الشاب في الجلسات العامة أو في لقاءات فريق الاستشاري. أصوات الشباب لم تكن مسموعة. يجب تمثيل الشباب أكثر فيما بين المتحاورين لإشراك الجيل الشاب في النقاش. أثناء قمة الشباب يجب إعطاء صوت بصورة أكبر للجيل الشاب لأن يكون هذا الصوت مسموعا أكثر، وأيضا في غيره من المنتديات. فأرجو من الشباب أن يتم إجلاسهم أيضا في هيئات الرئاسة وفي صفوف المتحاورين لكي تصبح أصواتهم مسموعة وأيضا موجودة في التقارير الملخصة. شكرا على هذا التعليق. الشخص التالي. شكرا. اسمي نازر كلاس، أنا من تنزانيا. أود أن أقول شيئا واحدا، إن الأمانة العامة للجنة الاستشارية ماج، هناك أشخاص قلة وما يفعلونه هو شيء كبير، لذلك أود التصفيق لهم لأنهم يفعلون الكثير، تفعلون شيئا رائعا، تدعمون منظمات NRE، تدعمون المراكز خب البعيدة عن. إذن لدينا تغييرات ملموسة تفعلونها، لذلك
تفعلون الكثير من أجل أن يسمع الجميع ويتصل بنا، خاصة مثلا أثناء هذا المنتدى من أبعد مناطق في العالم. أود أن أؤكد أن المدارس التي تدار وتدير الإنترنت والتي نستطيع أن نوصل معلومات لها عن طريق الاي جي اف للشباب. شكرا على هذه المبادرة وأتمنى أن تتطور في المستقبل. الآن سؤال عبر الإنترنت. اسمي أنرق وأنا من السفراء الشباب لعام 2021. أود أن أشارككم تجربتي وأشكركم على إمكانية المشاركة في الاي جي اف. هذه أول مرة شاركت في منتدى حوكمة الإنترنت، وأنا سعيد بأنني سمعت وبوضوح الحديث عن حقوق الشعوب الأصلية، وأنا سعيد بأنني شاركت في المناقشات حول كيفية مناقشة الأشخاص الشباب وكيف نزيد كفاءاتهم فيما يخص التكنولوجيا الرقمية في الشعوب الأصيلة. معا نحن أقوى، ولا ننسى حقوق الأشخاص من المجتمعات الأصيلة. نريد توسيع وصولهم إلى الإنترنت، لأن الإنترنت هو منصة للجميع، فلا ننساها. أنا سأغلق الدور للميكروفون ولا نستطيع أن نضيف تعليقات أخرى لنقاشنا. سأتحدث بالفرنسية. اسمي أوسي، أنا من بنين. أود أن أشكر المنظمين وعلى هذا العمل الذي سبب بنجاح هذا المنتدى برغم الجائحة. أود أن أطرح سؤال. لاحظنا أن المشاركين عن بعد كانت هناك أحيانا مشاكل لغوية. كيف نفعل بأن كل من المشاركين يستطيع أن يشارك مستعملا لغته الطبيعية وليس في إذا لم يستعمل لغته الوطنية؟ فلتكن لغات الأمم المتحدة مشتركة. للأسف خلال هذا القمة فقط في صالة واحدة هناك ترجمة، أما نحن فيجب أن نغير ذلك في المستقبل. يجب أن تكون هذه اللقاءات متعددة اللغات. كان هناك العديد من البرلمانيين، وأنا أعتقد أنه برأيي مثل هذه الجلسات يجب أن تكون فرصة لصناع القرار السياسيين لكي يخبروا بانخراطهم وعملهم. لا نريد أن يكون الإنترنت هو للنخبة فقط كلوكسوس، ولكن يجب أن يتعلم ويرعى نفسه وأقربائه. شكرا على هذه الملحوظة. بالفعل هذا أمر فيه مشكلة يتعلق طبعا ببعض الموارد المحدودة. إن أمننا خدمة واحدة أي الترجمة فربما لا تكفي الموارد المالية لأغراض أخرى، لذلك نحاول إيجاد التوازن في هذا الصدد. شكرا. اسمي خوسيه، أمثل الشباب في أفريقيا. إذا كانت قضية إدارة الإنترنت على المستوى الدولي، ما زلنا نرى فارق كبير بين دول الشمال والجنوب في قضية الوصول إلى الإنترنت، حول الذكاء الاصطناعي، حول التطور المستدام. كيف ممكن أن
نقوم بالتوازن. الإنترنت في أوروبا أصبح تجارة، فكيف نستطيع أن نجعل منه أن الجائحة أثبتت أن هذا الفجوة تصيب الشباب بشكل خاص ونصفهم مثلا، ولكن أصواتنا غير مأخوذة بعين الاعتبار. فلنتذكر أن مستقبل العالم هو بيد الشباب، ويجب أن إقحامنا في اتخاذ القرار، يجب أن الاستماع إلى أصواتنا. فإذا كانت هناك قوانين يتم صنعها فيجب أن تكون في خدمة الجميع وخاصة الشباب. أما الآن فتعليق أنبعد. شكرا جزيلا. أنا أتصل معكم من هولندا. أهنئ أصحاب الضيافة على إقامة هذا المؤتمر بشكل هجين في هذه الظروف الصعبة. أنا شاكركم على أن نستطيع المشاركة في هذا المنتدى. لم أستطع الوصول إلى بولندا، ولكن كنت مشاركا في هذه الصيغة الهجينة للمناقشات. جودة النقاش كان عالية، والمواضيع متنوعة. بعض المواضيع كانت تعود تكرارا، وبعضها الآخر جديدة وفريدة، مثل موضوع الذكاء الاصطناعي. هذه هي القمة. قمة الأجهف كان عالية الجودة، وأتمنى أنه سيكون هكذا في المستقبل. شكرا جزيلا. فولتن ناتيس أمثل تحالف الأمن في الإنترنت. في هذا العام أقدر البرنامج الموجه للشباب، وهذا أعجبني كثيرا، لأننا نحن في إطار تحالفنا الديناميكي نحاول زيادة إمكانية التعليم والتأهيل واكتساب مهارات جديدة. لذلك نشكر أن سورينا في تحالفها الديناميكي الذي أعجبنا جدا، ونحن نقدر جدا ما استطاعت سورينا أن تفعله هي وقسمها، فأرجو التصفيق لسورينا ولمجموعتها. التحالفات الديناميكية هي صيغة سوف تمثل في الإي جي إف بلوس، أي حوكمة الإنترنت للشباب. وكانت هناك جلسة مخصصة لأعمالهم. ومرة ثانية أود أن أشكر منظمي المنتدى وعلى هذا اللقاء بهذا الشكل في هذا العام. شكرا لكم. شخص تالي، بافل أورغاتش. أود أن أعلق على المسائل المذكورة سابقا. أتحدث كشخص أتى من دولة بولندا. أنا من سكان كاتوفيتسا، المدينة المضيفة للقمة. أنا سعيد بأنكم شرفتمونا بحضوركم إلى كاتوفيتسا. هناك الوسط الجامعي كان موجود، ونحن بذلنا قصارى جهدنا لنزيد من هذه الضيافة لكم. هذه الأيام الماضية توافرت فيها مواضيع مختلفة للنقاش، وأتمنى أن ستحول إلى مشاريع ذات اهتمام. الشيء الثالث، موسم الصيف في بولندا جدا ممتع والجو جميل. أتمنى أن تعود تعيد الزيارة في بولندا. أنا
أؤكد أن الصيف في بولندا سيكون جميلا. أنا من بوركينا فاسو، أود أن أشكر الأمم المتحدة على هذه الجلسة التي استطعنا فيها أن نتكلم عن حوكمة الإنترنت، كما أشكر المنظمين. هناك مشاكل كانت تتعلق أيضا في العائق اللغوي، إنه منتدى عالمي وفيه الناس من كل أنحاء العالم، لذلك يجب توقع أن تكون هناك عدة أشخاص من مناطق مختلفة يفهمون ما يحصل، وحتى الوثائق التي ستنتج أن تكون في عدة لغات مترجمة من أجل أن نستطيع فهمها. هذا ليس سهلا أعرف، ولكن الشيء الآخر أود أن أقول أنه يجب أن تشارك الحكومات. نحن نتحدث عن الإدارة، ولكن نحن مجتمع مدني لا نستطيع أن نفعل شيء دون مشاركة الحكومات. إذن هذه التوصيات عندما تصل إلى الحكومات التي تستطيع أن تدرجها وتجعلها في حيز التنفيذ، لذلك سيكون ذلك أهم، فيكون الإنترنت في كل أنحاء العالم والوصول إليه سهل. للأسف أغلقنا قائمة الراغبين في التعليق. من سجل حتى الآن فسوف نسمح له بالحديث. يجب أن أكون صارما، وإلا فنحن نجلس هنا حتى يوم الغد. شكرا على استماع الصوت. أرحب بالجميع. أود التعليق على ما قيل في هذه القاعة، وأعبر عن مدى امتناني لبولندا باعتبارها دولة مستضيفة، وأشيد إلى دور الأمانة وكل المنظمين للحدث. أنا بالفعل فخور على أنني شاركت في هذه القمة. شكرا، وأنا آسف، أنا آسف على عدم إمكانية تمديد هذه الجلسة، لكن يمكنكم مراسلتنا بالأسئلة والاستفسارات بالإيميل، وسوف نجاوب على كل هذه الرسائل، وسوف نأخذ كل هذه التعليقات في التقارير النهائية. الآن نمر إلى تعليقات المتحاورين معنا في هيئة الرئاسة. شكرا للجميع على تعليقاتهم، وكما قال توماس، نحن نرى كيف هذا التنوع هو مهم وضروري، ودائما سنحاول أن نحاكي هذه التطلعات وأن نتغلب على الحواجز اللغوية. وأما بالنسبة لي، فأهم شيء أنه يجب بانفتاح أن نتحدث وننشر المعلومات. ما هي الأمور التي يهتم بها EJF، وخاصة أن في بعض الدول الإنترنت يتم قطعه؟ هذا موضوع كان قد أخذ بالاعتبار ولكن لم يتم نشره. القضية الأخرى التي هذا آخر تعليق، أني أشكر المنظمين. يجب علينا أن نتذكر أن EJF هو أيضا منتدى نستطيع أن نتحدث فيه عن القضايا الصعبة. نحن لسنا لا نأتي فقط من أجل أن نمدح بعضنا على الدوام وبالتبادل، وأيضا يجب أن نتحدث عن الأمور الصعبة والمحرجة، وأن نعطي صوت لكل من يعتقد أن هناك بعض الأمور المقلقة بالنسبة له. كما علينا أن نسعى لأن نستمع كل أصوات المعنيين. شكرا مرة أخرى للمنظمين على جهودهم التي بذلت، والذين كانوا منفتحين بشكل كبير
من أجل تنظيم هذه القمة. شكرا لميخا وبشمك وكشيشتوف وفيكتور وكل اللجنة. كما أيضا أريد أن أشكر لمجموعة الاستشارية المتنوعة ماج التي كانت في عام 2020 هناك صعبة، وهو فخر لي أن أعمل معكم جميعا. شكرا أيضا لأعضاء الأمانة العامة، أنتم مجموعة وفريق رائع. أعتقد أنه في هذه العامة أشكر أيضا ماريا فرانشيسكا وفريقها التي أصبحت جزء لا يتجزأ من منظمي مثل هذه. شكرا للجميع، وندعوكم إلى الإصدارات الجديدة، فلتكن الإصدارات الجديدة مكانا لنقاش حي وجميل. السيدة الأمينة سأتكلم بالفرنسية. إذا تريدون ترجمة أود أن أقول بعض الكلمات بالفرنسية، لأن الأمم المتحدة ليست اللغة الإنجليزية ونلاحظ ذلك، أهم شيء بالإنجليزي. إذن نحن شكرا على هذه الناحية اللغوية تم الإشارة إليها، والآن سأعود إلى الإنجليزية. في جلسات كثيرة التي شاركنا فيها كانت هناك تنوع كبير، وكان هناك أمور قيمة. سنقوم بتقييم الجميع وسنستفيد منها ومن التوصيات عند تحضير إصدارات جديدة لمنتدى الحوكمة للإنترنت في المستقبل. شكرا سوف نتابع هذا الطريق الذي رسم حتى الآن. أود أيضا أن أتمنى للأشخاص الذين هم معنا أونلاين، وأشكر أيضا المنظمين من بولندا. وأما الآن بسرعة نعطي الصوت لبول ميتشيل الذي سيكون الزعيم التالي لمسؤول عن ماك. أعرف أننا تجاوزنا الوقت، إذا تستطيعون أن تعطونا بعض الدقائق. Understand what people are feeling and looking forward to working with the community going forward. بالنسبة لي سيكون شيء ملهم أنني سأعرف كل المجموعات كيف بماذا تهتم. اعذرنا يا بول، هل تستطيع أن تعيد الكلام؟ نعم، الآن نسمعك جيدا. أود أن أقول أنني أوافق ما قالته أنري. هذا النقاش والحوار الذي حصل هنا في إطار EGF أظهر لنا أن كيف يجب أن لا نترك نظرنا أن استخدام الإنترنت. سنعمل لأن يكون منفتحا شاملا، لأن يكون أغلب أصحاب المصلحة المعنيين يشتركون فيه. هذه كانت جلسات قيمة بالنسبة لي، تلك التي استخدمتها. أيها السادة، شكرا على كل هذه التعليقات. ينتهي وقتنا الآن. أعتقد أنني فقط سأقول بعض الملاحظات التي ستتم في
مراسم الإغلاق وإنهاء. السيدة أنريت أريد أن أشكرها وأقدم لها الزهور كعربونة شكرا على جهودها في تنظيم ونجاح هذه القمة. أود أن أذهب هذه الزهور إلى بيتي. شكرا لك يا كشيشتوف، أنت إنسان ناجح ومنظم مرموق، شكرا لك جدا. بما أن تجاوزنا الوقت بخمس دقائق أعتقد أنه سنغلق هذه الجلسة. نشكر الجميع على الحضور وعلى الذين اتصلوا معنا عن طريق الإنترنت أونلاين، أولئك الذين استيقظوا باكرا أو الذين سهروا طويلا أو الذين هم في وقت مريح لهم. نشكر الجميع، سنبقى على اتصال دائم، سنتعاون في هذا المجال، لن يتغير شيء. شكرا جزيلا لكم جميعا.